saya كان مطالب منها باعتبار ان الصحه والتعليم والعلم هما اساس المقومات لبناء المجتمع واساس قوته او اساسه. الوضع الصحي للمدينه الجديده هو عنده مجموعه من الارتباطات، ارتباط متعلق بالوزاره المصريه هو اللي السيد مدلول مشكور في العام، ولكن هناك ارتباط اخر اساسي مرتبط بنا كمؤسسات دستوريه، وكان العينين الشان المحلي ديال الساكن. نعم نحن كساكنه جديده وكمؤسسه ساكنه نفتخر بها المعلم، لان المعلم سيدنا المنصور وضع الحجر الاساسي ديالها بزاف، ولكن راه السيد بدون تم واحد القضيه مهمه هي قضيه المعوقات، هي اشاره لنا حنا كنجلس اللي ما استطعناش نحلوها، هي تتعلق في مشكلين اساسيين وكبيرين. المشكل الاول هو قضيه المحيط ديال المستشفى، لا يعقل ان يكون المستشفى من هذا الحجم من هذا الفخامه من هذه العلامه، ولكنه وسطه نمر واخره نمر كما كيقولوا مثلا العربي، يعني داخل المستشفى راه يكون بخير ولا خير، ولكن محيط المستشفى راه على انه يبقى لك السوق تاع الجمله داك الشيء، ما هو السوق؟ ما هو عشوائي؟ وثم ما يترتب على السوق من نفايات ومن روائح كريهه ومن حتى المطابقه للجد. لا يعقل ان الجهه تهتم بالصحه بمستوى والمحيط ديالها بمستوى، هذا راجع الى عجز المجلس البلدي ما استطاعش يكبر هذا المشكل بالعقلنه التي يجب ان تتبرع. نعم هناك اجراءات ولكن هناك مشاكل اخرى على الوضع الصحي. الوضع الصحي الجديده راه وضع مرتبط بالصحه ومرتبط بخارج الصحيح. ملي كنتكلموا مثلا على الصيف وغنتكلموا على ما يروج في هذا الصيف من مأكولات ومن مشروبات ومن كذا، وكلها عندها تأثير خطير على الصحة، واش حنا كنجلس استطعنا نتبعوا الأمور ونوقفوا هذه المسائل المدرة بالصحة، ماشي من المرضى الناس المتلس على وزارة الصحة على الأرض إلا كما درتش، واش حنا كنجلس نخدم؟ واش حنا كنجلس قللنا هاد الرخص اللي حاولنا نعطيوها لما كان على اساس انها تفيد السموم العباده؟ كنظن هذا المشكل ديالنا حنا ما وزاره الصحه راه معتنيه ببنايتها وبداخل البيت، هذا جانب، وهذا الجانب راه حنا مقبلين على الصحيح، راه ماشي تيموتوا الناس، عاد نبداو نشجعوا وعاد وزاره الداخليه تكتب لنا منشور، عاد وزاره الداخليه تجيب لنا ناس اللي غادي يحاسبنا على المدن، غنمدير، باش ما نديروش السياسه اللي غادي نتعاونوا حنا والصحه ونشوفوا هذه البؤره اللي تعيش مسافه البلاد وكتبيع الناس الميكروبات، هذا دور ديال السلطه، دور ديال المجلس ديال المراقبه الصحيه، ودور ديال المدن الصحيه ودور ديال العمل، هذا جانب. هناك جانب اخر هو كذلك مرتبط بالواقع الصحي. حبينا وكرهنا كاين تجاوزات، خاصين يبدلوا بالصحه يشوفوا في الباب كذلك ويشوفوا المعاناه اللي كيعانيوها الناس لما يعودوا الدخول عليها. حنا داخل المجلس هذا جانب، كاين اكراهات، كاين موظفين، كاين كاين كاين، ولكن كاين جوانب اخرى محيطه، لان قبل ما تداوي المريض احترم الشخص، قبل ما تقدم المريض العلاجات قبل ما يستلم العلاج شعري على انه داخل واحد المؤسسه اللي غادي يداوى، ولكن راه وجه دار وبال. اذا ذكرت السيد بدون السيد المدير ديال المستشفى يشد راحه على الباب وشوفوا ماذا يجري في الباب وما يجري في كيجي. يجي واحد السيد من سيد اسماعيل ولا من الفرج ولا من البرشيد ولا شي اخرى في الباب، ما كنكونش داخل، ما كنكون في الباب. هذا جانب كذلك. جانب اخر وكذلك مهم هو جانب ديال الشريحه،
مجموعة من الحوادث ستوقع، مجموعة من الوفيات ستوقع. راه أغلبيتها إذا واكبت الست فكرة كيقول له النفسية دي هذاك الميت دير دار دار الشكل مش حتبين لنا إما هذاك الطبيبة كتمشي هذا ما كيناش وإلا ما كيناش أصلا. وهادشي راه عشناه ودرنا فيه مراسلات ودرنا فيه وحاولنا أننا نتصلوا بمجموعة من الجهات وشفنا في الراي على أنه ما نزيدوش التقلب على المريض على ذاك الميت فاش يعاقبك والفاجعة هي أصابته مصيبة الموت. وبالتالي خاصها الجامع ديال التشريع توكل عليك تفكروا فيه. كاين واحد النقطة أساسية وهي العقشة وعقشة كثير وهي ما يسمى بمصيبة نقل جثث. راه لا أخبار الله أي واحد فينا من عائلتنا ولا من المجتمع ولا من كذا معرض باش إما أن يموت موت عادي وإما أن يموت موت غير طبيعي. يعني اللي كيموت موت غير طبيعي من كنقول نقل جثث في المستشفى نعم كتلقى إلى المستشفى الجزائري شي غير كتعطيك الوثائق اللازمة ولكن كاين واحد الجانب آخر اللي كنعتني به ونسولو ليك حنا كنجلس كنصرف ليا راسك ما كيعجبش حالك وأنا طول ما كيعجبش ولا شي ما كيعجبش راه كنقول آه راه كنقول نقل جثث فهذا الموضوع اللي كنجلس انا ما كنعرفش في الاطار مسؤوليه اقتصاديه على هذه المساحه ولكن مسؤوليه اقتصاديه على هذا. علاش نخرج التوصيه ويا قلنا وحنا في مجلس التحليل اللي قلناها في الجهه كنعاود نقولها راه ملي كنقل جثه ديال الميت راه مسكين هذاك نهائيا راه ان شاء الله ما غنناقش الجانب المادي، الجانب المادي حديث ولا حرج ولكن الجانب البيروقراطي ديالك خاصو يمشي عند وكيل مالي وخاصو يمشي عند البوليس وخاصو هذا يجيب وخاصو يمشي عند مكان عمل لكن راه تبع عمل. فعلاش نفكروا حنا كبلديه كبلديه ونمشيو لك واحد نلتمسوا من وزاره العدل في شخص السيد وكيل عام وتعرفوا نلتمسوا البوليس باش يجيب لنا شي بلاد واحد ويمدوا لي تحت عين المسلم يمدوا لي تحت عين المسلم داخل الشهر وداخل المدن هذا المسكين داك السيد اللي كيجي كينطق 10000 مره ما عندوش وسيله نقل وتصوروا حنا هذا الجديد تصوروه ما عندوش وسيله نقل ونهار وما يعرفش الادارات وما عندوش اللي صاحبه ولا ابوه ولا ابوه في الاداره شحال في المشاكل غادي يعاني منها باش يدي يقول جثه وجثه هذو كيستناو فيه واحد الطاقه خصو يدو كيبدا يدو سيد الليل. هذه النقطه كذلك ما يجوز بخير خاصها نرجعوا زائد النقطه اللي سال السيد المسؤول عليها راه مسؤول على الموت في البلدية الجديدة وراه حنا في البلدية الحمد لله الحكم غير على الموت لأن علاش غير على الحياة حتى لا الموت ولا الحياة شحال من مسؤولية هذا الصناعة هذا مسؤول عليها وخليتوها وخليتوها العصا حنا في البلدية لا العصا مسؤول على الموت هذا مشي هذا مشي خطير هذا السنة الموت واش ممكن لا قدر الله وقعت حادثة ثلاثة عشر ولا خمسة كان ولا خمسة صفحة الآن العفار الرضا راه كيجي مسؤول بابا بابا لا بابا وهذيك الوحده تاع الراوي انهم يدخلون في مقام في حفار جماعيه كيموتوا 6 و7 في الدار هذا معرض لان الشو ماشي شو مطول الشو ماشي شو مالي في داخل الشهر. اذا هذه وين نحو كذلك ونعرف وبالتالي نعم نحن نسميه هل الجهود اللي كتقوم به بدوليه الصحه والجهود اللي كيقوموا به الاطباء ورغم الاخطاء البشريه فالانسان هو خطا ولكن خاصنا حنا كنجلس واحد المجموعه ديال الدعاء اللوجيستيكي نمشيو المشكل اذا المشكل ما يمكنش يزيد وما يمكنش يكون العلامه في المستوى لان اولا القانون محال اولا هذا السوق ديال الجمله عيون ما كنفوتش الحراري وكنلقاو عيون الله ديال السكينه بصح كنا نفكروا في سوق الجمله وين وين فكروا كان عندي في سوق الجمله اللي فيها تاع الناس وفيها مشكل هذا الاستاذ ديال الناس نحاولوا نفكروا باش نسعوا نديروا شراكه اما مع الجهاز التقليدي واما مع الجهه واما مع شراكه جماعيه ونديروا الاستاذ ديال الناس في مستوى المستشفى. اذا بغينا هذا البسيط ثم كذلك حنا كنجلس نجندوا جميع الطاقات اللي عندنا باش نوضوا بمساعده بدون الصحه ومساعده الاخوان الصحه باش ما نبداوش نديروا مشاكل وقت يموتوا الناس وتكسبوا الناس. راه حنا قبل على الصيف
وراه غادي مجموعة الناس وراه غادي مجموعة التراكم ديال الشريعة وراه هنا غادي تفرق مجموعة الناس اللي كيديروا السموم عباد الله. فخاصها كلها هذا مشكل، هذا كتكون هذا مشكل مرتبط بالصحة. اسمح لي لا طولت ونشكر السيد الرئيس.